وردي الله الله راوة راوة بريام راوة ايه ده خفرة ده السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد. اليوم اخوتي غادي نهضر لكم على الفيضان، على امطار غزيرة، على ثلوج خاص في المغرب كما شفتوا الفيديو في البداية. اودية خطيرة خاص مدينة تيزنيت، عفوا نواحي تيزنيت الرشيدية والزازة. بغيتو تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. هاد الفيديو غادي نهضروا على الفيضان، على امطار غزيرة، وغادي نجاوبكم بعد اسئلة على الفيضان اللي حطينا خاص على القناة ديالي اللي حققوا واحد النجاح كبير الحمد لله والشكر لله. وصلنا زياد مليون مشاهدة و 400 كا، نقولوا مليون و 400 كا تبارك الله. نتمنى ان شاء الله المزيد، علاش لا نوصلوا 2 3 مليون كل فيديو، نوصلوا به 2 3 مليون كلشي ممكن. اش غادي نقول لكم، عندي الثقة في النفس، عندي امكانيات باش نوصل اعلى المشاهدات خاص في بلادنا في المغرب كما كنقولوا. نهضر لكم اخوتي، نبداو لكم التفاصيل على الفيضان خاص على كيما شفتوا الفيديو في البداية. اودية خطيرة بزاف، نبدا لكم من نواحي ديال تيزنيت. هاد الاودية اش غادي نقول لكم، نواحي ديال تيزنيت كيكون فيها ربما فيضان، يقدر تكون فيها عاصفة رعدية. هادشي ماشي اليوم، هادشي منذ زمان تقريبا ماشي غادي نقول لكم، يقدر واحد 4 شهور ولا 5 شهور دازت هاد الفيضان خاص في النواحي ديال تيزنيت. وبحثنا على هاد الواد باش نبارطاجي معكم هاد الواد، تفرجوا فيه نتوما بالطريقه ديالكم اللي كيعجبكم. اما الواد الثاني ورزازات، ورزازات واحد المدينه رائعه جدا، والنواحي ديالها كيكون فيها امطار غزيره، كتكون فيها العاصفه الرعديه وكتسبب بزاف ديال المشاكل. وقررنا باش نبارطاجي معكم هاد الواد ديال ورزازات. بالنسبه للرشيديه، المنطقه رائعه جدا، منطقه سياحيه. وثاني حاجه فيضان في الرشيديه كيكون فيه العاصفه الرعديه، كتكون امطار غزيره وكتسبب لهم بعض المشاكل كثيره بحال هذا الفيضان كما شفتوا هذا الفيديو. اما بالنسبه امطار غزيره قبل من يومين هذه ولا 3 ايام، اكتشفنا بانه امطار غزيره خاص في الشمال، طنجة، تطوان، مراكش، تلودانت، بعد المدن نقولوا الزلال، واكتشفنا ثلوج خاص في المناطق فاش كتكون ثلج بحال مراكش، بحال الزلال، بحال بنملال. المهم هاد النواحي ديال بنملال كيكون فيه ثلج. المهم هادشي كامل الفيضان، امطار غزيره والثلج زوين بزاف، كيعطي واحد الطبيعه رائعه جدا. ثلج، سقوط، ثلوج خاص بعض الجبال خاص النواحي ديال مراكش، كيعطي واحد الطبيعه زوينه. كيجيو الناس يكتشفوا الثلوج، يجيو يتسلقوا، يجيو يستمتعوا بزاف ديال الحوايج كتكون رائعه جدا. امطار غزيره، الفيضان، الثلوج كتعطي لبلادنا طبيعه، كتعطي بلادنا جمال رائع جدا. باش نكونوا واضحين، هادشي كامل زوين، ما كاين حتى شي مشكل. انا رايي امطار غزيره ولا الفيضان ربما كاين في المغرب ما كيسبب لنا شي مشكل، واخا كيسبب بعض المشاكل البسيطه، ولكن من بعد كيكون الخير ان شاء الله، وكيستافدوا بزاف خصوصا الفلاحين والناس عامه. المغرب كيستافد من امطار غزيره والفيضان، السدود كيعمروا، ثلوج كيستمتعوا الناس، كلشي كيخدم، كلشي بخير الحمد لله ومالك الحمد. اما هادشي كامل زوين، حيت حنا ما كرهناش امطار غزيره كل شهر تكون، وما كرهناش الثلوج، دائما نستمتعوا ودائما نبارطاج معكم اي حاجه جديده. بالنسبه اخوتي النجاح ديال هاد الفيضان اللي حطيت لكم، عاودته بواحد الطريقه رائعه جدا. واش غادي نقول لكم، انا تايق في نفسي وعارف بانه واش غادي نوصل لهاد المرتبه ديال النجاح الحمد لله والشكر لله. حققنا اعلى المشاهدات،
والمسيره موفقه ان شاء الله ليا باش نزيد نستمتع ونحط الابداع ديالي ونحط اللمسه ديالي في الفيديوهات اللي كنحط لكم فلاشين ديالي في القناه ديالي. وعلاش لا نوصل مليون مشترك باذن الله على القناه ديالي باذن الله. هذا هو الحلم باش نوصلوا مليون مشترك ونتوصلوا بالدرع الذهبي، حيت حصلنا اخوتي على الدرع الفضي. ها هو هاد الدرع الفضي كما كتشوفوه، نقربوا لكم. حصلنا على الدرع الفضي، تحققنا الحلم الاول، ولكن الحلم الثاني هو الدرع الذهبي. الحلم الكبير هو الدرع الذهبي. من بعد هذا كنحصلوا عليه على 100 الف مشترك، ولكن الا وصلنا على 200 300 400 500 600 700 800 900 مليون مشترك، راه شي حاجه مهمه بزاف. حيت حتى يوتيوب شجعتني، على حسب ما توصلت بالدرع الفضي شجعتني يوتيوب شجعتني، قالت لي خصك دير واحد المجهود باش تحصل على الدرع الذهبي. هذا هو اللي كنتمناو. اما بالنسبه اخوتي، بعض الناس كيسولوا واش كاين شي ربح، واش الربح كاين في هاد الفيضانات؟ الربح اخوتي ضعيف جدا. اش غادي نقول لكم؟ الفيضان ما فيهش الربح. الفيضان شي حاجه بسيطه جدا، بحال الفيديوهات. اش غادي نقول لكم؟ بحال هاد الفيديوهات اللي كنحطو على لاشين، تلقى كل فيديو ضرب شي 10 دراهم هكاك، شي 300 ريال تقريبا. هاد العدد ربحنا في هاد الفيديوهات ديال الفيضان. كاع فيديو كون كاع طوب تلقى فيه ديك 20 درهم 30 درهم بحال هاد الطريقه صافي. حيت المحتوى اللي كندير انا خاص شكون كيتفرج فيا؟ الناس ديال الجنوب الصحراء المغربيه، والناس ديال الشمال كاع ما كيتفرجوا فيا بزاف. الناس ديال الشمال الداخل كما كنقولوا، علاش انا ما كندخلش الطوندونس؟ حيت هما ما كيتفرجوش فيا. لو كان كيتفرجوا فيا الناس ديال كازا، ديال الشمال، ديال مراكش، غادي نطلونس في الطوندونس اي لحظه. ولكن حنا كما قلنا الناس كيتبعونا في الجنوب هنا في الصحراء المغربيه، وتحياتي للناس ديال الجنوب وتحياتي للناس ديال الصحراء المغربيه، هما اللي كيتبعوني. هاد الناس اللي كيتواجدوا في الشام ما كيتفرجوش فينا، داكشي علاش ما كيتسوقوش للمحتوى خاص ديال الصحراء المغربيه ولا الجنوب. ربما يوتيوبرز كيتواجد في الصحراء المغربيه ما كيتسوقوا ليه، كيتفرجوا شي حاجه ربما كما قلنا الشمال، ما كيتسوقوش للجنوب، كيتسوقوا غير من اكادير للفوق. تماما. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. بالنسبه للارباح ديال اليوتيوب ضعيفه جدا بزاف، وانا الهدف ديالي هو كما دائما كنقولها لكم، هو نحصل على مليون مشترك ونحصل على الدرع الذهبي. من بعد ما نوصل مليون مشترك، كاينين بعض الشركات غادي نخدم معاهم. من اللي غادي نحصل على مليون مشترك ديك الساعه غادي نبدا نربح. اما دابا اخوتي الارباح ديال القناه ديالي كلهم اش غادي نقول لكم؟ شي حاجه قد الحال وصافي. عندي خدمه اخرى كنخدمها في الانترنت ومالك الحمد، وعندي الصين بزاف. حاليا كنتواجد في مدينه الداخله في الصحراء المغربيه، باقي ما صورت لكم المعبر ديال الكاكيرات، باقي ما صورت لكم فان سانك، باقي هنا باقي هنا باقي هنا باقي هنا بزاف ديال المكان رائع جدا تكتشفوا على القناه ديالي خاص في مدينه الداخله ان شاء الله. كل حاجه بوقتها ان شاء الله باذن الله.